اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضر فيه على علاش كتقرا بزاف اولا كتقرا لمده طويله وما كتجيبش ديك النقطه الزوينه اللي خاصك تجيبها. سؤال سولو ليا واحد من المشتركين في الكورس ديال الجهوي، وباش تعم الفائده والمعلومه اللي عطيته يعرفوها ناس اخرين، قلت نديرها في هذا الفيديو ونتكلم عليها. وبالمناسبه هذا الفيديو برعاية كورس الجهاوي اللي هو الداعم لهذه القناة. أي واحد كيسمعني دابا وعنده الجهاوي، سواء عنده السيزيام هذا العام أو اللي عنده باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي صوت، لأن فيه كل شيء. فيه غادي تلقى المنهجيات وشرح الدروس، شرح المنهجيات، كيفاش تجاوب على كل سؤال كاين في أي جهاوي، في المواد بربعة والدروس كاملين ديال المواد بربعة، تربية إسلامية والاجتماعيات والعربية والفرنسية، بثمن بسيط مقارنة مع الكورس وشنو فيه. ملي كتدفع كيدخلك المكلف بالإيميل ديالك لابليكاسيون اللي فيها الكورس، وكتستفد من جميع الفيديوهات. فالكورس عبارة على فيديوهات اللي شرح فيها الدروس والمنهجيات وطريقة الإجابة وشرح الروايات والعديد العديد من الأشياء والنصائح اللي حطهم في الكورس. ما تضيعش هاد الكورس حيت غادي ينفعك بزاف الجهوي. كورس متعوب عليه وغادي يعطيك العصارة ديال المواد بربعة ديال الجهوي. وهاد الكورس كادو من هاد القناة. تواصل مع المكلف وخد الكورس وتمتع معنا بهاد العام الدراسي. هاد الفيديو بغيت نبداه بنفس المثال اللي عطيته للدري اللي سولني. تخيل انك لعاب ديال كرة، قررتي انك تولي محترف في البلانتيات، وفاش جيت تجرب في التيران لقيتي راسك كتماركي 50% من الكرات اللي تيجيوك و 50% تضيع. بحال كانوا 10 ديال الكواري عندك، تتماركي 5 و 5 كتضيعهم. مشيتي كتريني على رجليك باش تصححها، باش تولي قوية وتضرب مجهد، وكل نهار كتريني على البيلانتيات، كل نهار كتريني وكتماركي بيلانتيات. درتي هادشي لمدة أسبوع وجيتي تجرب عاوتاني، لقيتي راسك نفس المشكل، كتماركي 50% و50% كتضيعهم. هيل نو. مدة سيمانة وانت كتريني، مدة سيمانة وانت كل نهار كتمشي تشوت لي بيلانتي، وكتمشي تخدم السكوات وتخدم الليكس كل نهار ونفس النتيجة من مور سيمانة. شنو المشكل؟ المشكل هو انك خدمتي على واحد المهارة اللي ما غاديش توصلك للهدف الرئيسي ديالك. خدمتي على التكرار، خدمتي على القوة ديال الرجل، ولكن ما خدمتيش على المهارة ديال الدقة. وهذه هي اللي كتسمى بالمهارة الغير مناسبة للهدف المناسب لك. دابا اش جاب هاد المثال هذا الموضوع ديال الفيديو، واللي هو علاش كتقرا مزيان كتقرا لمده طويله وما كتجيبش مزيان؟ حيت كتريني على المهاره ديال الحفظ، وكتريني على المهاره ديال الفهم، وكتريني على المهاره ديال السمع وديال نقد نقول لك التركيز، ولكن ما كترينيش. والمعظم ديال الناس ما تترينيوش على واحد المهاره اللي قليل اللي رد لها البال وقليل اللي كيستعملها، واللي كيستعملوها كيستعملوها بواحد الشكل اللي طفيف يعني صغير، واللي هي المهارة ديال التطبيق. يس، قليل اللي كيطبق داكشي اللي كيفهم ولا كيحفظ. كتقول الأسطورة أن اللي دايرين ليستية ولا لافاك ملي كيساليو كيلقاو الخدمة ماشي هي القراية، براتيك ماشي هو التيوري، حيت البراتيك كيكونوا فيه القوالب، دوك المعلومات خاصك دير لهم الروداج بالتطبيق، ودير هاد المعلومه الاخرى زهاقة في ودنك. الا ما خدمتيش شي درس في شي تطبيق كما بغى يكون، في شي قصه، في شي امتحان براتيك، شي تمرين، غير بخر به. واخا تحفظوا 600,000 مره راك غير كتكب اتاي في الرمله. واخيرا كنبغي نقول لكم الفيديو سهل، شكرا حيت وصلتوا القناه 160K، 160,000 بوسه لكل واحد، برك على ديك ابوني. واي واحد جا جديد مرحبا بك عندنا في الدار، صوني في ديك ابوني ودخل.